بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع، يعطيكم ألف عافية. معكم الأستاذ خالد حيمور. راح اليوم إن شاء الله نبلش بالقطعة الثالثة من الوحدة السابعة Reading 3 Education in Jordan. طبعا هذا الحكي موجود في الدوسية أستاذ، صفحة 52 وصفحة 53. نبلش أول فقرة. Our country، بلدنا، has a high standard of education. بقولوا إنه بلدنا في مقياس عالي من التعليم، يعني إحنا في عنا مقياس عالي من التعليم. This أستاذ بتعود على هاي الضمير this أو أداة الإشارة this بتعود على إنه our country has a high standard of education. إذن this أستاذ بتعود على إنه our country has a high standard of education، إنه إحنا عنا في الأردن مقياس عالي للتعليم. This is أو this is mainly due to، هذا بسبب. طب شو السبب؟ نيجي نعرف شو السبب. This is mainly due to the fact إنه إحنا الحقيقة إنه the government الحكومة considers education a necessity، بيعتبروا التعليم إشي إيش ماله؟ إشي أساسي. طب نيجي نحط عليها سؤال، شو هو the reason؟ شو هو the reason؟ شو السبب اللي خلى عندنا مقياس عالي في التعليم؟ الجواب إن الحكومة considers education a necessity، بيعتبروا التعليم إشي أساسي. إذن هاي الجواب. What was the reason or what is the reason which make our country has a high standard of education؟ نقول الجواب إنه the fact that the government considers education a necessity. خلصنا الجملة الأولى، نيجي على الجملة الثانية. All schools، كل المدارس، from kindergarten، من الروضة. إذن كل المدارس من الروضة to secondary، إلى المدارس الثانوية، ثانوي، are the responsibility، هي من مسؤولية the Ministry of Education، إذن هي من مسؤولية وزارة التربية والتعليم، MOE اللي هو اختصار Ministry of Education، وزارة التربية. Preschools، مدارس اللي ما قبل المدرسة اللي هي الحضانة، preschool اللي هي الحضانة، and kindergarten الحضانة الأستاذ والروضة. education التعليم فيها is optional، هو تعليم اختياري. إذا لو قال لي أعطيني أمثلة على التعليم الاختياري عندنا في الأردن، بدي أقول له أول شيء الحضانة، اثنين الروضة، kindergarten معناها روضة، ما هي كتبناها فوق كمان. إذا أعطيني أمثلة على التعليم الاختياري، في عنا الحضانات والروضات هي تعليم اختياري، followed by 10 years of compulsory education، بجيها وراها 10 عوام من التعليم الإجباري. إذا هسا لو قال لي شو نوع التعليم في المدارس، يعني في المدارس هسا نيجي نحط عليها هايلايت عشان بس نفهم الفكرة. هسا what are the type of education at schools، بدي أقول له optional and compulsory، إن تعليم اختياري وإن تعليم إيش يا أستاذ؟ إجباري. طب أعطيني أمثلة على التعليم الاختياري، نرجع أستاذ نجيب لون الأحمر اللي كنا نكتب فيه. أعطيني أمثلة على التعليم الاختياري، بدي أقول له الحضانة والروضة هي أمثلة على التعليم الاختياري. يعني نكون يعني دقيقين شوي في السؤال، إنه لو قال لي هسا المدارس كلها الروضة والثانوية اللي هو هذول بيجي عليهم أنواع التعليم، فيهم إما اختياري أو إجباري، طب أعطيني أمثلة على التعليم الاختياري، بدي أقول له الحضانة والروضة. طيب for higher education، التعليم العالي، التعليم العالي for higher education students enter university، للتعليم العالي شو الطلاب بروحوا بدرسوا في الجامعات، either for academic or vocational courses. طب نيجي نحط عليها الهايلايت تاعها هاي، إنه إحنا أستاذ لو جينا سألناكم هسا higher education، التعليم العالي، شو نوع الكورسات اللي بقدمها للطلاب؟ نقول له أول شيء في عنا نوعين من التعليم العالي، اللي هو رقم واحد الأكاديميك الدراسي، اثنين الفوكيشنال العملي أو المهني. إذا التعليم في الأردن أستاذ، هاي الفقرة بتصنف لك كل أنواع التعليم في الأردن. في عنا تعليم مدارس، في عنا تعليم جامعات. تعليم المدارس إما اختياري أو إجباري، واخذنا الاختياري اللي هو الروضة والحضانة،
والتعليم الإجباري اللي هو 10 سنين اللي هو من الصف الأول للصف العاشر. بعدين أجا أعطاني التعليم الثاني اللي هو في الجامعات. طب التعليم الجامعات نوعين، إما أكاديميك أو فوكيشنال. يعني أقول لي there are two types. أنواع المساقات اللي موجودة في الجامعات إما vocational أو academic. وفي عندنا السؤال الأول اللي كنا حكينا عنه أستاذ اللي هو شو هي الأسباب اللي خلت إن الأردن عندنا مقياس عالي من مقياس عالي في التعليم. الجواب لأن الحكومة اعتبرت التعليم إشي أساسي. وهي هي أفكار الفقرة الأولى. بروح أستاذ على الفقرة الثانية. students كان أتند، الطلاب بيقدروا يداوموا. أتند معناه يداوم، الطلاب أستاذ بيداوموا. خلينا نظبطها يداوم. In one of ten public universities، في عنا 10 جامعات حكومية، or one of 19 private universities، أو 19 جامعة خاصة. إذا شو أنواع الجامعات عنا؟ إما جامعات حكومية أو جامعات خاصة. طب قديش مجموعهم كلهم مع بعض؟ 29 جامعة، 10 حكومة و29 خاصة. A large number of Jordanian students، عدد كبير جدا من طلاب الأردن، choose بيختاروا to study at these institutions، في هاي المؤسسات. طب كلمة these هاي على مين بتعود؟ هاي these أستاذ بتعود على ال public and private universities، على ال public universities وال private universities. إذا عندنا عدد كبير جدا من الطلاب الأردنيين بدرسوا في هاي المؤسسات، وقلنا these بتعود على ال public universities وال private universities. As well as foreign students، وكمان طلاب أجانب. يعني الطلاب بيجوا يدرسوا عندنا مش بس من الأردن، لا، وفي كمان طلاب إيش مالهم؟ طلاب أجانب. From all over the world، من كل أنحاء العالم. These، هذول الطلاب، هاي these أستاذ بتعود على these، بتعود على Jordanian students والforeign students. هذول الطلاب are undergraduate، بنصنفهم إلى طلاب جامعيين. يعني الطالب اللي بيدرس في الجامعة لسه من سنة أولى لسنة رابعة لسه ما تخرج. studying their first degree، بدرسوا الأول شهادة جامعية. إذا هم راحوا على الجامعة عشان يأخذوا first degree اللي هي البكالوريوس. إذا طلاب الجامعات من سنة أولى لسنة رابعة شو بكونوا بعدين بدرسوا؟ لدرجة البكالوريوس. or post graduate، أو طلاب دراسات عليا، studying for master degree a PhD or a higher diploma. إذا الطلاب هانا جينا صنفناهم تقسيمين، انتبه علي يوسف. أول شيء عندنا الـ undergraduate، طلاب الجامعين، وفي عندنا الـ postgraduate. إذا لو قال لي شو أنواع الطلاب الـ types of students، الـ type of students at Jordanian universities اللي هو الجامعات الحكومية والخاصة، بدنا نقول له أول نوع اللي هو الـ undergraduate، والنوع الثاني البوست جراجويت. اذا في عندنا تصنيفين للطلاب، وهم طلاب اما اردنيين او طلاب اجانب. يعني هسه لما يسالني شو تصنيف الطلاب ليش اقول اردنيين واجانب؟ لا، بدي اقول لي there are two types of students at universities in Jordan، بقول له اندر جراجويت وبوست جراجويت. هسه في سؤال عن البوست جراجويت. هسه البوست جراجويت استاذ شو الشهادات اللي بيقدروا ياخذوها؟ البوست جراجويت طلاب الجامعات، طلاب الدراسات العليا، شو الشهادات اللي بيقدروا ياخذوها؟ بيقدروا ياخذوا ثلاث انواع من الواجب من الشهادات: A Master Degree، شهادة ماجستير، A PhD اللي هي الدكتوراه، هاي اثنين، or Higher Diploma، التعليم العالي، الدبلوم العالي، هاي رقم ثلاث. اذا استاذ نرجع لهاي الفقرة كلها ثلاث اسطر بس فيها يعني مجموعة من المعلومات. There are two types of universities in Jordan. في نوعين من الجامعات. بدنا نحكي عن تصنيف الجامعات. تصنيف الجامعات إما حكومية أو خاصة. There are two types of students. إما undergraduate أو postgraduate. وفي عندنا postgraduate شو الشهادات اللي بيقدر ياخذوها؟ الدجري اللي بيحصلوا عليها. إما master degree، PhD أو higher diploma. إن شاء الله تكون وصلت الفكرة.
نروح صار على الفقرة اللي بعدها. The three universities, الجامعات الثلاثة, with the most undergraduate, اللي فيها أكبر عدد طلاب, are the University of Jordan in Amman. إذا أستاذ لو جينا قلنا لكم شو هن أكبر ثلاث جامعات في الأردن, the most, اللي هي the three universities, الثلاث جامعات اللي فيها أكبر عدد طلاب من الجامعات هم, واحد, the University of Jordan in Amman, الجامعة الأردنية في عمان, هاي واحد. اثنين, يرموك University in Erbil, هاي الجامعة الثانية الثاني أكبر جامعة, جامعة اليرموك في Erbil, and البلقاء Applied University in Salt, وجامعة البلقاء التطبيقية في Salt, وإن شاء الله يا رب السنة الجاية بتروح تدرسوا فيها. المهم أعطيني أسماء أكبر ثلاث جامعات في الأردن. جامعة الجامعة الأردنية وين موجودة؟ في عمان. جامعة اليرموك موجودة في إربد, وجامعة البلقاء موجودة في الصلت. These, هاي أستاذ بتعود على the three universities اللي هم these, بتعود على the University of Jordan عمان, يرموك University in Erbil, والبلقاء University in Salt. لو جيت بدك تكتب له على مين بتعود, نقول بتعود على واحد واثنين وثلاث, على ذلهم كلهم, يعني الآن ذكرناهم من هان لهم, اللي هي أكبر ثلاث جامعات في الأردن. طب قل لي أنا إيش هي R Public University, هي جامعات إيش مالها يا أستاذ؟ جامعات حكومية. إذا هذولا تعتبر جامعات إيش مالها؟ حكومية. An example of New York University, نأخذ مثال على جامعة جديدة, is the German Jordanian University in Amman. الجامعة الأردنية الألمانية وين موجودة؟ هاي في عمان. طب لو قال لي أعطيني أسماء جامعتين موجودات في عمان, بدي أقول له the Jordan University, الجامعة الأردنية, و the German Jordanian University, الجامعة الأردنية الألمانية. وين موجودات هذولا الثنتين؟ في عمان. هاي عنا عمان وهي عنا عمان. Which, هاي أستاذ بتعود على الجامعة الأردنية الألمانية. Was set up, أسست in 2005 CE, سنة 2005. It بتعود على معلش يعني صار عندي خلل فني. طيب قلنا إت كمان على مين بتعود؟ بتعود على الجامعة الأردنية الألمانية. إذا ويتش وإت الثنتين بتعود على الجامعة الأردنية الألمانية. طيب شو ميزات الجامعة الأردنية الألمانية؟ شو هي بتتميز عن غيرها من الجامعات؟ نيجي نحط تحتها بالخط الأحمر. إت إز, هاي أول نقطة, إنه هي عبارة عن تعاون between MOHE and Germans Federal Ministry of Education and Research. هي عبارة عن تعاون between MOHE, وزارة التعليم العالي عندنا, and Germans Federal Ministry, والوزارة الفيدرالية في ألمانيا للتعليم والبحث العالي. اثنين, it follows Germans model for education in applied science. هاي النقطة الثانية. إذن هي بميزة شغلتين, إنه هي عبارة عن تعاون بين الأردن وألمانيا. اثنين, إنه هي تتبع, follows معناها تتبع, Germans model, أسلوب ألمانيا in education, في تعليم العلوم التطبيقية. إذا لو سألني شو ميزة الجامعة الأردنية الألمانية عن الجامعات الثانية, بدي أقول له واحد واثنين, إنه عبارة عن تعاون بين الأردن وألمانيا. اثنين, تتبع أسلوب ألمانيا في تعليم العلوم التطبيقية. وإت, هاي كمان أستاذ بتعود على الجامعة الأردنية الألمانية. إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. عندنا أستاذ هذا ذكر لي ثلاث أسماء, أكبر ثلاث أسماء جامعات في الأردن, اللي هي الجامعة الأردنية في عمان, وجامعة اليرموك في الإربد, وجامعة البلقاء في الصلت. وقال لي هاي كلها جامعات حكومية, وقال لي مثال على جامعة جديدة اللي هي الجامعة الأردنية الألمانية وموجودة في عمان. وجينا حطينا سؤال, أعطيني أسماء جامعتين موجودات في عمان, الجامعة الأردنية الألمانية وجامعة الأردنية. ما الذي يميز الجامعة الأردنية الألمانية عن الجامعات الثانية؟ اللي هو إنه هي عبارة عن تعاون بين الأردن وألمانيا, وتتبع أسلوب ألمانيا في تعليم العلوم التطبيقية. نيجي على آخر فقرة أستاذ. For students, هو بتعود على students, بالنسبة للطلاب اللي وش يتمنى to complete their study, اللي بدهم يتمنوا يكملوا دراستهم, وthere بتعود على students. University studies while working, يعني بده يشتغل وهو بدرس at the same time. It is also possible, من الممكن in some Jordan universities to enroll
أونلاين ديستانس بروجرام. إذا الطلاب أستاذ اللي بدهم يدرسوا هم بيشتغلوا شو بيقدروا يسووا؟ يعني بالنسبة للطلاب اللي بده يدرس وهو بيشتغل what they can do، يعني هاي كلها السؤال نقول له الجواب إنه enroll يسجل في برنامج الدراسة عن بعد. In the future في المستقبل، طبعا هاي القطعة لما درسناها أستاذ كانت هاي أول مرة درسناها قبل 5 سنين في 2007-2008، يعني كان هذا الحكي احنا ما كناش متخيلينه. هسا كل الأردن تدرس أونلاين. In the future this اللي هو أستاذ الجملة هاي to enroll online distance learning program بتعود عليها كلها option، هذا الخيار is will become available in many other universities، راح يكون متوفر في الجامعات الثانية. إذا عندنا سؤالين بهاي الفقرة. السؤال الأول بالنسبة للطلاب what can students who want to get a degree while they are working do to get a university degree، نقول له to enroll online distance learning program، وكلمة this هاي على مين بتعود؟ على نفس الاشي اللي هو to enroll online distance learning program. هيك بتكون خلصت الفقرة. يعني أستاذ الفقرة بلشت نرجع فيها بس بشكل سريع. الفقرة الأولى حكت أستاذ عن أنواع التعليم في المدارس والجامعات في الأردن، عندنا تعليم اختياري وتعليم إجباري، وعرفنا شو أنواع التعليم الاختياري اللي هو الروضة والحضانة. بعدين عرفنا شو التعليم اللي في الجامعات إنه عبارة عن أكاديميك وفوكيشنال. الفقرة الثانية حكت عن طلاب الجامعات الأردنية إنه إما طلاب تحت التخرج طلاب جامعيين أو طلاب دراسات عليا، وعرفنا شو الشهادات اللي بحصل عليها طلاب الشهادات العليا، وأكيد إنه عندنا نوعين من الجامعات، الجامعات الحكومية وجامعات خاصة. ذكرنا أكبر 3 جامعات بالفقرة الثالثة في الأردن، وحكينا عن الجامعة الأردنية الألمانية وشو ميزاتها، وآخر شيء بالنسبة للطلاب اللي بدهم يأخذوا شهادة هم بدرسوا وهم بيشتغلوا شو بيقدروا يسووا. نروح على صفحة 53 أستاذ، في عنا السؤال الأول من أسئلة الكتاب، يا ريت ندير بالنا عليه لأنه هذا متوقع يجي فوكابيلاري. السؤال بيقول read the article about education in Jordan، اقرأ النص عن التعليم في الأردن. find the best of type of courses، أعطيني نوع المساق، course معناها مساق، or institution المؤسسة التعليمية أكيد، for the following people. الخيار الأول a child who is too young to start a primary school، ولد صغير كثير على أنه يبلش مدرسة أساسية، التعليم الأساسي اللي هو الابتدائي، primary معناها ابتدائي، اللي هو أستاذ من الصف الأول للصف السادس، بده يروح على حضانة. الجواب preschool or kindergarten، بده يروح على حضانة أو على روضة. هاي الإجابات تحت هنا أستاذ، الإجابات هي يومين تحت. طيب an undergraduate، طالب جامعة who wants a degree، بده شهادة to get a first degree، بده يحصل على أول شهادة اللي شهادة البكالوريوس، بدروا على public or private university، على جامعة حكومية أو جامعة خاصة. الخيار الثالث someone who wants a degree، بده شهادة from non-fee paying university، بدون رسوم، non-fee بدون رسوم paying، بدون ما يدفع رسوم، منقول له بدك تروح على جامعة حكومية، والحكي بيننا لأنه كل التعليم في الأردن المصاري. طيب a postgraduate with first degree who wants to study further، واحد معاه أستاذ أول شهادة صار هو بوست جراجويت وذ فيرست ديجري معاه شهاده البكالوريوس بده يدرس بعديها شو بده يروح يدرس؟ بده يدرس ماجستير. اذا ماستر ديجري ان بابليك اور برايفت يونيفرسيتي، بده يدرس ماجستير في جامعه حكوميه او جامعه خاصه. هذا طبعا مش حفظ، فهم، هاي نكتب لكم جنبه فهم، بس الكلمات اللي بنحط تحتها خطوط هذول يكون تحفظوهم اذا كانوا جداد عليكم. ا بوست جراجويت وذ ماستر ديجري، طب واحد معاه ماجستير وبدي يكمل دراسة، نقول له بدك تروح تدرس دكتوراه في جامعة حكومية أو جامعة خاصة، PhD at public or private university. يعني هل هو بدي يفهمني إنه شو مراحل التعليم، روضة، مدرسة، جامعة، ماجستير، دكتوراه إلى آخره. Someone who is unable to attend university، unable معناها غير قادر، الجملة رقم 6، واحد غير قادر إنه يبلش جامعة وبده شهادة، منقول له بتروح على online distance learning program في برامج التعليم عن بعد. نيجي السؤال على الأسئلة الموجودة عندنا. السؤال الأول according to the text what is the role، شو هو دور وزارة التربية والتعليم؟ دور وزارة التربية والتعليم إن هي مسؤولة عن المدارس كلها، يعني ترجع أنت عن نص أستاذ. السؤال الأول إجابته ها
What is the role of the Minister of Education? إنه that's إنه the all schools هاي all schools من أنها from kindergarten to secondary are the responsibility of the Minister of Education لها MOE. هاي إجابة السؤال الأول. السؤال الثاني. The writer mentioned two types of courses. الكاتب ذكر نوعين من الكورسات. Types of courses. المساقات. That students can study at Jordan University. What are they? بدناش نرجع النص. قلنا نعرف إنه بدرسوا إما vocational أو academic. إما دراسي أو عملي. السؤال البعدي. How many public and private universities are there in Orange Jordan? كم? How many? يعني كم عدد? الجامعات الحكومية والخاصة بترجع بتروح بتسوي عملية رياضيات. Two classification تصنيف of university students are mentioned in the text. What are they? في تصنيفين صاروا للطلاب في الجامعات الأردنية ذكرناهم. شو هم؟ اللي هو undergraduate اثنين postgraduate طلاب جامعة وطلاب دراسات عليا. السؤال بعدي. Write down the sentence which indicates that not only اكتب جملة تحته وقلنا سؤال نفهمه بعد كلمة ذات. وهذا السؤال أستاذ بتكون إجابته من النقطة للنقطة يعني جملة كاملة. Not only Jordanian students attend the Jordan universities. إنه مش بس الطلاب الأردنيين بداوموا وقلنا attend معناه يداوم في الجامعات الأردنية ما قلنا فيها طلاب أجانب طلاب أردنيين بترجع على النص. Mention the three universities. أذكر الثلاث جامعات that have the largest number of undergraduate students. أعطيني أسماء أكبر ثلاث جامعات أكيد ذكرناهم في النص الأردنية واليرموك والبلقاء. What is special? ما الذي يميز about German Jordan University؟ كل نقطتين إنه عبارة عن تعاون بين الأردن وألمانيا اثنين بتدرس العلوم التطبيقية. أعطيني كلمة من النص which means obligatory إجباري. أعطيني كلمة من النص معناها إجباري. كان في عندنا كلمتين أستاذ واحدة اختياري واحدة إجباري بترجع عليها. According to the text, what could students who are unable to attend university do to get a degree? الطلاب اللي ما بيقدروش could students who are unable لا يستطيع attend يداوم في الجامعة بيعمل عشان يسوي قلنا بروح بيعمل برنامج دراسة أونلاين. نيجي على سؤالين اللي كنت كاثينك المستاذ. The writer says that foreign students from all over the world come to study in Jordan universities suggest three reasons to make them choose Jordan to studying. أعطيني أسباب بتخلي الطلاب يجوا على الأردن عشان يدرسوا. أنت أستاذ ترجع على قطعة أنيتا اللي ذكرناها بالوحدة السادسة مش قلنا الـ behavior والـ positive values والـ delicious food والـ beautiful places. يعني بترجع أستاذ أنت على unit 6 بتلاقي أنه هذا السؤال إحنا معطينه حقه وزيادة بستنى منكم إجاباتكم unit 6. طيب students who complete their university while working might face a lot of difficulties. الطلاب اللي بدرسوا هم بيشتغلوا راح يواجهوا صعوبات. اذا الاستاذ هم راح ناخذ الجمله الاولى لانه في عندنا ايش استاذ كلمه ايش عندنا كلمه think of this statement and into sentences write your work review. طيب شو الصعوبات اللي بتواجههم؟ manage their time and money. وبترجع أستاذ الوحدة السادسة تتذكر الصعوبات اللي واجهت الطلاب اللي بدرسوا برا اللي هي كانت الكوك واللي هي كمان do their own washing و manage their time and money. هذا نيجي نقول له manage their time between working and studying. اثنين بكون في عندهم أسئلة ما حدا بيقدر يجاوبها. They have many questions can't be answered. ثلاثة they don't socialize with other students ما بتواصل اجتماعيا مع الطلاب الثانيين. احنا استاذ بنكون غطينا هاي افكار هاي الفقره بتكون معنا واجب ان شاء الله على حصه الاونلاين اللي جايه. يعطيكم الف عافيه ونراكم على خير يا استاذ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.